في ايه؟ الفار ده مفتاح السودان باين. والنبي يا اخي سلم، مش عاوزين نورط الناس. استنى استنى، اهو مفتاح ليبيا اهو. يا رب يا ساتر، هو مفيش حد جوه ولا ايه؟ اصل انا عايش لوحدي. يا مراحب يا مراحب يا هلا، خش برجلك اليمين يا عم. قولنا نقلع الدزمة هنا ولا ندخل بيها دوا؟ تقلع ايه يا عم، هو انت داخل تستحمى؟ يا مراحب يا مراحب يا هلا يا هلا، سمي وانت داخل، وطي وانت داخل. يا استاذ يا استاذ، والسلك ده ليه بقى؟ عشان الناموس عمار يا ليبيا. نورين الجماهيرية. يا هلا يا هلا والله يا هلا. فاضل في مصر ثلاث انفار ولا ايه؟ حالك باهي حالك باهي. طرابلس باقي عليها كتير. طرابلس فاضل عليها 18 يوم. طرابلس دي في ليبيا. ما احنا عارفين واحنا جاهلين. لا معاك استاذ صفوي يا امير. رجالي انا عايز العيال دول يصبوا علينا ودونا السعوديه. أعزائي المشاهدين، النهاردة من خلال برنامجنا هنكون بنقدم لحضراتكم صورة مشرفة لرجال الأعمال المصريين. معانا كام؟ 40. اللي أنجبت طلعت حرب هي أيضا اللي أنجبت نسيم الرشيدي. ألف شكر. أهلا بحضرتك معانا يا فندم، ضيف عزيز في برنامج وجوه مشرفة. أهلا بيكي وبكل شباب مصر. طبعا في البداية أستاذ نسيم هستغل وجودك معانا وبشكرك على حضورك طبعا، ونتعرف على حكاية حضرتك مع الصمود. حب الوطن، حب مصر، حب بلدك، حب مصر هتديلك كتير قوي من خيرها. وعلى رأي المثل، مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لون نيلك يا مصر. الله يا ألف 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 شكر. وكل ما بحب مصر أكتر بفتكر الجملة اللي قالها الشاعر الزعيم الأستاذ مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون اسكندرانيا. لا يا فندم، مصريا لو وجدت ان اكون مصريا. انا قلت ايه؟ اسكندرانيا. واسكندريه دي ايه؟ تبع ايه؟ تبع مصر صح. ما انا ممكن اقول لو لم اكن مصريا لو وجدت ان اكون قليوبيا، ده قهليا بورسعيديا. المهم ان احنا ما خرجناش بره بلدنا. الله. زيتنا في ايديه. الله يا يا ابن النصابه، ده طلع جامد بجد. من بدايه اللقاء وانا ملاحظه في ايد حضرتك اليمين في علامه، يعني لو الكاميرا تجيبها، علامه مميزه جدا يا فندم. يا ريت لو اعرف من حضرتك يعني ايه قصتها. والله العلامه دي لها قصه، بس قصه جميله جدا، وهي حرب اكتوبر العظيمه عام 1973. انا كنت من الشرفاء اللي حاربوا في هذه الحرب، وكنت مؤمن تماما وانا بدافع عن تراب هذا البلد. كنت ماسك الاربجي في ايدي وشغال مش دريان بنفسي، بتفانى في حمايه تراب مصر. فجأة لقيت جندي إسرائيلي حقير عمال يقرب من ورايا. حسيت بيه، عملت نفسي مش شايفه، قرب مني، هوب دبل كيك، شقلطته قدامي. شقلطته؟ شقلطته، وقع قدامي يعني، هبش في دي. قعد يعض، وأنا سايبه ملهي في العضة وأنا شغال بموت آلاف من الإسرائيليين. هو عايز يموتني طبعا لان هو اسرائيلي حقير حقير حقير. انا اسرائيلي حقير حقير حقير. هل في اي اصابات اخرى؟ لو راجل بقى يقول العضه التانيه فين.
ما عنديش اي اصابات في جسمي غير في ايدي هذه العضه اللي انا بوريها الاساتذه المصورين ممكن يصوروها اللي عضها لي الاسرائيلي الحقير. واي حد احنا اللي عضينه على فكره اصابات تانية ما تصدقوش. وانا بدعو كل الشباب اللي موجود معانا دلوقتي، مين فيكم يحب ان هو يتصور مع ايد البطل؟ يا فندم احنا مراقبين بيت خاله ليل نهار وبنت خاله كمان. والنتيجة؟ والنتيجة. برافو يا باشا، انا كنت مستني سعادتك تقولي النتيجة. ربنا هيكرمنا بإذن الله. اصل سعادتك طيب. انت هتشحت عليا. برا انا برا برا. وانت كمان برا. برافو يا باشا. يلا محسن، انا عايز 50 مليون عشان حتة الارض الاخرانية اللي على النيل، طبعا ورقها جاهز ومتسجل، وانت لك 10%. شوف يا محسن، كل مليون لك فيهم 10%. خليهم 15%. ما تبقاش طماع. انت غطي عليه شوية. يا باشا انتوا اللي بتاخدوا الفلوس وتخلعوا، احنا اللي بنتحبس. ايوه بس انا اللي بخطط، ولولا اللي زي ما كنتش كسبت ولا نكلة، كان زمانك عايش بالتلات 4000 ملطوش اللي بتاخدهم من البنك كل اول شهر. محسن 12.5% مش خسارة فيك. لولا امرني يا باشا. البرنامج النهارده فيه ايه؟ ندوة الشباب وبعدها على طول الافتتاح. لبس شباب جاهز؟ طبعا، جوه يا باشا. شوفي محسن بيبي حبي ايه؟